حياتي القصيرة أريد أن أحيي هذه الكوكبة الشريفة الطاهرة التي نالت ما نالت من الحرمان والتعذيب. بالروح والدم نفديك يا سجين، بالروح بالدم نفديك يا سجين، بالروح بالدم نفديك يا سجين، بالروح بالدم نفديك يا سجين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيها الأحرار الأشراف، أيتها الحرائر الشريفات اللواتي برزنا في كل ساحة وميدان لأجل نيل العزة ولأجل نيل الشرف والكرامة والحرية. لي الشرف وكل الشرف، ولجميع الإخوان الذي تهمهم قضية هذا الشعب السليب المظلوم الذي قضى أكثر من 3 سنوات وزيادة لأجل أن يصل إلى حقوقه المشروعة وأن يتوصل إلى عزته وكرامته وشرفه وحريته. فإن حرية العبد ليست بالأمر الهين، وإنما تحتاج إلى التضحيات، حتى قيل أن الحرية شجرة لا تسقى إلا بدماء الأبطال. الشهداء من جانب والسجناء من جانب، هذه القرية الصغيرة السائرة في سبيل نيل العزة والكرامة، والتي ساندت وواصلت وتذاكرت سجنائها الذين بلغوا 29 في العدد، كلهم سجنوا لا لذنب اقترفوه، وإنما لحق طلبوه. لم يسجنوا لأجل أنه قام بارتكاب وتجاوز خط النار، وإنما لأجل بقاء هذا الوطن آمناً مؤمناً عزيزاً، وأن يكون المواطن يشعر بمواطنته الحقيقية من حصول الحقوق المشروعة لكل مواطن في العالم. أحبتي، أشكر عوائل السجناء على صبرهم ونيلهم هذه الرتبة الكبيرة. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعليكم أيتها العوائل بالصبر والتصبر، فإن الفرج قريب والنصر يكاد يبين قريبا إن شاء الله. وقدم إلى أولادي وبناتي وإخواني الشكر الجزيل بهذه الدعوة التي يشرفني حضورها. وكم كنت أتمنى أن أبقى مواسيا لهن بكل ما أملك، ولكن قد تقع الظروف التي تمنع من مواصلتي هذا التحرك السياسي الميداني بالساحات. فشكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. وآخر دعوانا
أن النصر يكون لأولادنا القابعين في السجون والذين سيخرجون مرفوعي الرأس بدون قيد أو شرط وأخذوا على أنفسهم أن يكونوا ثابتين لا تراجع ولا شك وإنما هم ثابتين على مبدأ وقضية شرعية وحركة سياسية يقرها الخاص العام في أنها توصلنا إلى ما توصل إليه الجهاديون والصابرون في ساحات الشرف وفي ساحات العزة والحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فصبرا لكم صبرا لكم وشكرا لكم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وصلى الله على محمد وآل محمد.